24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم. جيت نشهد واحد شهادة لله في سبيل الله في حق الفنان سي محمد الغاوي بصفتي طليقة ديالو. جيت نشهد شهادة لله في سبيل الله. ديك السيدة عباد الله مرضي لواحد الدرجة ما كتصورش، مرضي لواحد الدرجة ما كتصورش ما كتصورش ما كتصورش. كيبغي خوتو لواحد الدرجة ما انا ما ف... انا لحد الان زعما صراحه بحالي بحال باقي المواطنين المغاربه مصدومه من ديك الشهاده والعائله ديالو، باقي مصدومه من ديك من الشهادات ديال خوتو. انا شفت العلاقات اللي بيناتهم، العلاقه ديال الاخوه، كيحماقوا عليه، هو كيحماق عليهم، ديما هاز ديك المسؤوليه ديال 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 الخوت. انا الكبير، الا غلط شي واحد في حقي لا انا الكبير، انا نسامح. انا هذه ما فهمتش شنو سبب، شنو وراء، شنو انا ديما كان شنو وراء هذا الشيء. الله اعلم، انا بعيده ما نقدرش نحكم على شي حاجه ما شفتهاش. زائد شي حوايج ما كاينينش، شي حوايج فريمون ما كاينينش، بحال انه خداني في 3 ايام، حاشا ولله خداني في 3 ايام ديال امو، حاشا ولله. انه نصب عليا، حاشا ولله، علاش ينصب عليا؟ انا بغيته وخداني على سنه الله ورسوله، ما كملتش معاه لظروفي شخصيه. الله يسهل عليه مع وليداته، الله يسهل عليه مع السيده ديالو. كل ما حشومه نشوف ديك الهضره كتقال في حقه وما نهضرش، حشومه نشوف ديك الحق ونسكت على الحق، وانا شاهده على هذا الحق. السيد اللي كيغيضوا بنادم البراني عباد الله، ابسط حاجه كتبكيه ديك السيد، ابسط حاجه مراه جالسه كتسعى هي ولدها كتبكيها عباد الله. عاد ما بالك امو، عاد ما بالك خوتو، عاد ما بالك. الله يهدي ما خلق. ولو كان بالصحراء كنا كنتخاصموا مع خوتنا وكنتخاصموا مع عائلاتنا عادي، ولكن حرام بديك القسوه، وحرام ديك الشيء يخرج الاعلام، حاجه شخصيه كتبقى شخصيه. ان شاء الله كنطلب من سيدي ربي زعما يتم بيناتهم الصلح ويعتذروا، كيبقى خوهم الكبير، كيبقاو خوت رغم كل شيء، رغم الخصامات، رغم النزاعات، كيبقاو خوت. مهم شهادتي الاخرى في ديك الانسان، الصراحه شهاده مجروحه. الله يعمر ليه الدار. مرضي، هاد مرضي كنقولها وكنسطر عليها، مرضي الوالدين. الله يهدي ما خلق.